هو سي فري عامين هادي ما كناش في فيستيفال المهرجان ديال كناوة، وهاد العام جا لكازا وصويرة ومراكش والرباط. دونك حنا اليوم هذا نتواجدوا في كازا، وتا هاد البلاصة فين تا الفيستيفال حدا مركب محمد الخامس. الصراحة كاين اتساع وجاو الناس كاع، كاين اللي جا من الرباط باش يتفرج اليوم، وكاع من المدن القراب. دونك الجمهور تيبان لنا بانه متوحش يشوف الفنانة فوق المنصة ويسمع شوية لتكناويت، وحتى كناوة راه موحشين للجمهور ديالهم. واليوم كاين هذا اللقاء هذا من بعد عامين ديال كوفيد، دونك حنا فرحانين بزاف ملي تلاقينا مع الجمهور ديالنا عاوتاني. هاد البروجي اللي جبنا اليوم هنا لعبنا سميتو تريو صاله مع كريم زياد وعمري مور. دونك خرجنا الالبوم، واحد الالبوم العام الفايت، ودابا راه كنا نلعبوا العام الفايت مي اكوز دو كوفيد راه ولات هاد العام وقت ما جا الخير ينفع. هو الليلات باقي ديما الليلات كاينين، مي تنديروا الفرق ما بين الا كانت الليله بلديه ولا كنت فوق المنصه، لان الطقوس ديال الليله بوحدهم والمنصه راه ما عندهاش طقوس. المنصه عندها غير واحد الاحترام ديال داك البوبليك، وعندها ريبيرتوار اللي خص يكون مكالي وبيان ستريكتوري. دونك ما يمكنش تخلط ما بين الليله والمنصه، لان الليله عندها الطرق ديالها وعندها القوام ديالها، ولا السين راه عندها لو كوتي ارتستيك ديالها عاوتاني. دونك مي المعلمين باقيين ديما تيديروا الليلات، وشعبان يلاه داز شعبان هذا العام، كانوا المعلمين شويه مشغولين في شعبان، الميلو دا هو جاي ثاني يكونوا الليلات. او فوالا، نتمنوا هذا الشيء يرجع كي كان قبل كوفيد. الجمهور ديال كازا تنحبوه بزاف، وشكرا ملي جيتو، ان شاء الله عمر طويل لهذا الفيستيفال هذا، ونشوفكم عما قريب. صحه.